يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 38، الصغرى 27، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-23، بورسعيد 34-25، والإسماعيلية 38-24. ننتقل إلى السويس 38-24، العريش 34-22، طابة 37-26، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 40-30. أما في الأقصر فالعظمى 45، الصغرى 30، أسوان 47-30، الوادي الجديد 44-30، شلاتين 44-30، وأخيرا حلايب 39-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.